ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد حلك في الهالكين لا شك فيه. فالذين لا يتورعون في سب أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام لم يصبر حتى قال لعنهم الله. نعم على كل حال، فندعو الله تبارك وتعالى أن لا يكون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء والترضي لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. هذا الحديث أيضا الذي جاء في لعن النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة فيه ضعف، لكنه جاءت روايات صحية في هذا، ومن أهم ما يكون لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أهدهم ولا نصيبه. والله هذا شيء عجيب جدا، يعني مد فقط من التمر أو مد ما من الشعير هنا انفقه، وأنت تنفق الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، أجرك لا يصل ما وصل إنفاقهم بمد واحد. هذه فضيلة لا يمكن أن تساوى به شيء، يسوى به شيء. كيف لا يستحي أولئك الذين يسبون ويخرجونهم من الدين؟ على كل حال، نعم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، هذا لا شك فيه أنه أحب. أتركوا لي أصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأجلي أنا أحب أنتم، أتركوا لي أصحابي. لما سمعنا بعضهم تكلم في بعض قال أتركوا لي أصحابي، فلأجل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحي الإنسان إن كان مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلأجله ولما بين لهم من فضلهم يجب عليه أن يستحي من الكلام في أحد من الصحابة. نعم، ومن قال إلى آخره. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك